يعتبر إنفلونزا الزكام من الأمراض الأكثر انتشارا لدى الأطفال في موسم الشتاء، بحيث يتعرض الجهاز المناعي في جسم الطفل تراجعا في المناعة بسبب البرد الغارس وسرعة انتشار الفيروسات، مما يجعل الطفل أكثر تعرضا للأمراض التي قد تتطور لحالات خطيرة ربما تهدد صحة الطفل. المهم في الشتاء ده عندنا كتير المرض عن البنيمونيا، وعندنا الكوكوليش نور أمهوهو والزكام ساكت كله قاعد. ده عندنا الأكثر كاسبة جولينا في اللبتان ده نور البرونكوليت والكوكوليش والبنيمونيا نفس ذكرتها كتير. الأصمة كله بجي يا الكبار في ده كله عندهم أصمة كله قاعدين. ومما يزداد تعرضا للأطفال بعدد من الأمراض خلال فصل الشتاء بما فيها الزكام الذي يسبب التهاب في الجيوب الأنفية ومجرى التنفس العلوي خاصة لحديثي الولادة. والنور يعني من عندك ده الأبهات لما حد بيجوا لنا النور لهم مشكلة كشنو سرتوا يا بيسوا لي كل شرب شغل البارد، شغل البارد ذات زيادة في الياور شنو ده يا الشيء الكبار والإيال الدقاق ذات وادين أما حد بحقن الإيال ده كله بكام بيسي الفوزروت بيسي الانتحابات بيسقر بقوم بقوح وشنو جسمه بيسقن ده كله ناس كان جولينا أنينا المهم بصناتنا نسمعه والمهم بلا ما نمشي في الدربة لوين نور البنمونيا البرونكوليت الكوكوليش وهو ما كل عندك أمراض وارين تعادي هنا الجهاد تعادي المهم لما حد كله فيه وادين ده مترات كله أننا جول غني سنسيبليزي هم كان شفتوا سخير بقوح بهجو المهم توالي ورولا أبو ولا أنتوا كل شيء في المستشفى. حيث يوصي الأخصائيون عدم إعطاء الطفل الأدوية إلا باستشارة الطبيب المختص في هذا المجال، وإلا فإن الأدوية قد تشكل خطرا على الطفل. الشتاء ده وخلاص البرد البرد خلاص وتبقى بارد زيادة ومرات الأمات الليل ما بلبسهم خلاص برداي ولا مرات وتبقى فجر فيكي الليل دقاق يبردون بين مباري مرة فجر كي دخل الشكل بسبب لهم أسباب أنا مرة أنا زكم أنا التغيير الجورة تغيير الجورة بيجيب مرة زكم وكذا وبعدين مكان وادينا في برود هنا هي الدوقة هي الدوقة ده مال وادينا يبردون فجر وتعرف ما الفجر راح يطو وتبارد وكين ريا كل عند سلون في صدر وكين بعدين بعد ذلك ده الرأي بارين يدقون كين في الليل بعدين يبردون قليب وكده ولا في الليل بطار ريان ده سلون وكده ده بس كتير كي يجيب سبب أنا مرت أنا يسمى لي رزق مرقو. وعليه في إن إمكانية حدوث مضاعفات خطيرة لدى الأطفال خاصة الرضع أو الذين يعانون من مشاكل في الرئة أو أمراض القلب. ونشير إلى أن الرعاية الكاملة لدى الطفل تعد العامل الأساسي لحماية الطفل التي تساعده في تأسيس جسد سليم يواكب طفولة ناعمة، إذ تمكنت الأسرة من تلبية احتياجات طفلهم المتمثلة في التغذية والرعاية الصحية بشكل مستمر. دكتور أهلا فيك مجددا. السلام. بعد ما تابعنا الريبورتاج ندورو تورينا كي الفصل عن الشتاء ده كان جدا شنو اللي كان امهات كله يسو والناس الكبار كله ما يتحملوا برد ده شنو اللي يسو عشان ما يقوا في الامراض. سلام شكرا. سمير هو الشتاء ده كان جرى قيرين هنا الجو والجراثيم كثيره والجراثيم تتادبت في التمبيراتير كان نزل ده شيء كده بتقف كثيره الحساسيات كله كثيره وشغل النهج للامهات ده الإيال ده قال لي يحموا من البرد كسوا إيال الدقاق وإيال الشيء بمشوا لكل كل فجر دوادين بشوا في الموتيات ولا يمشوا كي قال لي يلبسهم قل قان شيء كي أديل واسه نفر الدكاتيرة كله حجوا في البردين علشان الجماعة هنا عندك ده كله هل يشوفوا وقت وكان برد الصغير كله ينشفوا الجسم أديل يقول له يقعد شيء داخل ويلبس خلق كل يلبس خلق أديل شيء. وهل في دواء معين كي يشولوا كي مش البرد جاي نشيل دواء عشان ماني سخيم كيس كيف دواء الوقاية ده ما في عندك ده من سخيم ده ما عندنا الفاكسين قاعد اكثر فور اكزامبل في التيبركلوز عند الامهو عند ده قاعد ده من بدري كي قاعد اي سخير ولدور عند شغل كارنكي بتابي فوق الفاكسين ايوه الفاكسين على مين سخير كلحد 9 شهور ولا هي كله قاعد المهم هو السخير ده
هو أصل نفر المرض أنا عندك ده ما شغل زيادة ما بيسبب مشاكل زيادة أيوة. والمشاكل بس الأمهات قال نجوبه سافر بكام كان جحا ولا جسمه سقى شيء ولا نمشي لدكتور الدكتور شغل حي نشوفه ده أيوة. في البيت واريا تدهن كله قايد وادين يا الوادين أمهات قبها حقوني يورس أخيرا ما باكل كل بكام أيوة. بمشي في المكان آخر يمشي ولا يمشي في المائدة ده بمشي له في الفشفاش هذا بسبب له مشكلة والسخير المشكلة شنو نورت مشي للدكتور هسا الناس أجل بمشي ببو دواء دواء بمشي ببو والنار مبرر هو بيسايق نار بيسايق ده دواء ده بقى صغير يدوم على قريب 5-6 دواء بدي بقى له تقيل لكن تقيل ما ينفع هو شغل واحد دواء حاضر بس بمشي ما بدور دواء كله ويا الوادين ده بقوه ده والقوه وادي ده صغير ده ما أوبليجي ينتلو دواء يوقفه القوه ذاته أجيله له عشان هو بقوه ده بيساعده لشغل القاب بمرقة ما نفر النار الكبير نعم كبير كأن ده زغمة يقدر يسأقي قد بيلو صغير ما بقدر ما بقدر بس التو الوادي دي ما ينتو دواء فوقه بذاتك أدينا لسه خير تساعدة يمرق فوق الشخل الزبد والشنخمة من الوسط أيوة. ده الناس ما بعرفونا قهرة هو يجري يمشي يقول أنتين أنتين بيتين ده مكسرين أنتين بكتيرين شنو بلايهم خمم الشخل واحد هو فيرال الفيرال ده جراسيم ده بس الدكتور كان مشر هو يقري شيفة أنواع بيجي أم هو قايد برونشيت قايد البينيمونيا قايد يقري فسر لك يخط لك شخل وينو أجيسك سخير شخل حين ينتي يمشي بيت شخل قاس يخط في اللبتان يسيره تهليل ويهدده يهدده يخط في اللبتان وشخل ده يدورك الناس يفهموا التوئية يفهموا التوئية ما أي شخل بس حاضر بس يودو يشيلوا في مكان ولا يودوا يدهن ولا يسوكي كده خليه يمشوا للدكاتر في اللبتان لشيفة ينتم شغل حين وشغل وصية كله حينة ودكتور هسا كان يشوفوا كثير كان يعني يلا في البيض وشنو يستعمروا المسطولون تيرول هل هو عديل ولا ما عديل؟ مش اللي يمصلوا في صدره ولا كي ما يودوا لبتان ولا يمصلوا في منخرة في رقبته له المسطولون تير عديل ولا ما عديل؟ نوع المسلنتي ده وشغل الواحد ده في سادي بام من عندك ده تراديشنال جايد ايوه جايد انا مشيت في الصين كله التراديشنال جايد عندهم شغل الناس كبار كله قاعدين بيجبوا له شيء بمنقر بيساعد جايد يعني نفر مانتولي تريكم ساعد بيساعد بمسوكر ما عنده مشكله شغل هو اللوكال لما عنده درر زياده من شغل نادي مشيله مشي يزور برا دور شنو دور لما عنده شغل زياده في الصدور ولا في رقبته منقر برا ده ما ينفس قديم من الشغل الوسيع ان انت الكبير لان شيفه نادم كان صغير حس شيء خليه يقرب للدكتور احسن شيء احسن شيء شغل واحد ده مش حراره وعندك ده بينتو بارا كله خلاص بدايه واني المشكله انا تشاهدين شنو شغل كان حي انت وريت ده امشي صغير ده خليه يشرب المي ولا ده شيء لبارا بس بدايه وبيشوف نفر انت ما دكتور بحاوي بكام بمشي لاخر زميلك اخر كله وشغل واحد هو ما بيدور ده وسيع كله بمشي ده خلي الناس يفهموا ما اوبليجي كان جدي للدور يكتبك اوردوناس 4-5-6 دواء قلت شوف انا عند الدكتور نو هو الصخير ذاته جسمه ما يتحمل الدواء الكثير دواء ده بيسوي دواء كله عنده فوق مشاكل الافيس جوندر في اي دواء قاعد وسيد دكتور هسه عندنا في اعدادنا مرات ده كان شعفه صخير شيء مرض خفيف ده مش البقوح ولا كده بيسولوا استرنيل ولا كان ليمون دول كل الناس بيجي يمكن بيقول فوري له ليمون اكتم هالاربعه وفوري وكده كده ما عنده ضرر مو اصلا نفر وريته ده مشكله شنو ده قاعد الفلفل في المينستر ذاتك الفارماكوبي قاعد دار اخر كل قاعد مشكله شنو دور التقليدية الكانتيتي حقه شغل لان انتم ما قلت لك بعدين ده انتم سخير مور ما يسي هم يمشي يحقونه بيقو اي ده المشكله شغل يتلف كبده شغل شنو ما بعرف الحساب حق الميزانيه ده المشكله الكبير بس انه بكان اخر ناس بعرفوا بميزانيه بنتو امراض كثيره واحد افانسي الدواء ساكن في اللبتان ما داوي الكانسير الناس قبنتو ايوه اللي كانت تراديشن قاعد ملاكي يدور الدربه بيدرب اديل كما بيدرب اديل يعني حق اديل بمشي بسبب مشكله اخر مشكله اخر السيده مريم هسه زي ما قال الدكتور والريبورتاج اللي شفناه كله بقول المشكله من الامهات اي مرات ما بيبردوا العيال بعلم باري ولا في وقتها ما هن البرود هي شيتي كيف الصخير ده توسيم كيف للأمهات؟ هسه المرة الجابرة ده صخيرة ما جاي يزخم أجلها صخير ما يزخم أجلها صخير فجر بدري ما يخليه يمرق برا كان فطر أكل كل يوم داخل لما هالشيء كتقى هامي صخير يمرق صخير من فجر يقوم ده كان قمة فجر كل إنسان تقسل داخل بقى المامي تخير ليه جسمه يبقى بربقى باليمرق صخير وايد يجري يلبك 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 ما خرب إيش كله جاي في شعري يمدى أنت إذا أكل دخل البوس خرب صنام فجر وتأصبر دخل جوخ بس مرك شاي شفت الجودة جوا كل الخبار أجاب الجودة ما قاعد يتحملها الجودة بيصير تبركلوز بيصير أسما بيصير برونشيت بيصير كل شيء الأم خليت تتم بالصغير أنت إنسان صغيرة ولدتها وهملتها وتتعب فوق ده لازم تمسكها كويس
جنبانه ذا تقدر يمسكها استاهل ان شاء الله. اها الامهات بس خليه يتموا بالايال زياده، ما يخلوا الايال يا الابو برا في الشتاء يمشي سخير يا لبي وسخير لك اللي جتيو ده. انت ما فكرتي لك القانون كله ينتصف البتيو، ها انت الام دي تفكري عديك تبقى بريدانت ففكري تشوفي السخير ده كل ما خلص دقيقه تعبجي ماشي وين جوين ما طلب بالمي ولا اتيو كان عندك كونترند يا السكر مره وايد يجوا فك كل الغيابس. لكن هاي سخير لما يشوف الم يجري يلعب بس هي اي سخير بلعب بالم. اه هذا بزول الاكل ذات الشيء يا الشتاء ده اكل ذات الشيء يا انسان يبقى شيء ده يبقى شيء اخر. تقدر لسه خير تنتي اكل هامي تنتي اورانج اصلا اورانج بوتي عندنا كثير تنتي سخير كل اورانج خزه خزه اشياء الايج والروز شفت انا ابدنا من زمان ده لكن هو ما عنده خزه الاورانج ده سخير ده قديم مره وايد. جيب لي التفايه جيب لي بناناي الفواكه كل شيء اكل لسه خير السخير يكون عنده قوه كان مره جاكل بكره السخير اللي قلت له ياكل يوم ارك يوم اليوم شغل ككره بدا بتن خلاص يعني جسمه فادي ما عنده اي خزه صح. والخزه دي ضروري للسخير من نادي مركبير ذاتك ان شاء الله قبل انك تتحمل خلي الام هذه يسمر الوسيله دي ويطبخوا ان شاء الله. دارين هسه المشكله للوحده ما شاء الله نجمعنا مليانة ملابس أنا بريد لكن أمهات وأهلين طبيعتي ما بيلبسوا إيه الخلقان كله في البرد هذا تقولي لهم شو والله لازم الاهتمام بالطفل بتدفية جسمه عشان ما يمرض ده ما مهم نظافته حتى لو استحمى تنشفيه مظبوط تمسيه خلاص يقعد داخل من استحمى ده بطن ما يمرق برا بفجر كمان استحمى كله أهم شيء استحمى في ليل وقت النوم يستحمى ويتمسح مظبوط ويتلبس وخلاص يرقد ينوم عشان فجر كم قام هو نظيف ما يحتاج يستحمى ثاني الصباح ده مهم. وبعدين الاكل المشروبات الدافيه الاكل بيكون دافي يعني أيوه. حامي ما خلاص اكل قاعد كده تلزله وبتنطيه كل ده ذاتك يعني اكيد انه بيساعد انه الطفل بمرض ونظافه المكان نظافه الحاجات اللي بناكل فوقها تتنظف مظبوط نظافه الحمام نظافه مكان اللي قاعدين فوقها ذاته مهم عشان نحافظ على صحتنا فده شيء مهم جدا فان شاء الله كل الامهات يسمعوا ويطبقوه وفي امهات ما شاء الله اوريدي بعرفوا الحاجات دي يعني دكتور هسه زي ما قالوا المأكولات كلها ضرورية هسه في الفيبر دايت توصيك الأمهات ده كي صحيا كي يأكلوا إيالهم المأكولات البن توصيك للأمهات كي عشان يأكلوا إيالهم أكل أتيل وسيئة ده دايما قلنا انتو أمهات وعدين بجينا في اللبتان بس أنا كان نشوف إن جمعنا ده هنال إيالا أكل أقوم بيقو جيبس يوه. صغير كان سألته يعني تودي شغل أكل أنا هسا شرب جيدة خاصة جي أنا القياف ولا غيره بس شغل آخر أنا ما نعرفه من لكن جيد بتسأل أي نعم أنا صغير أكل دسوه كيف هسا شرب جيدة يقول لك أنا جيدة بشربها أنا قياف ده ولا أنا مونغو أنا شو شغل آخر ما بورو وجيدة ما أكل واجب ده صغير يأكل شغل آخر قبل يشرب جي جيدة يجي في وراي وشغل كتير إيال دخل لي أنتم شغل نفر علمي علمي ده بيساعد كان شربة شربة عديل يبوم بتاري كسرو فوقها كان هود كل شيء يأكل شغل شيء مارين مجيدة كل شرب مجيدة كل قاعد ينوصون فوق عن بوي عن رشيدة برهاكو بجيجاري عند لوبيا عند بوم بتاري كاروت كمان كتير فوقها عند تغذية ده كل يوصوم وادم بنتوم جزء كبلين بلين كل يحلبو فوقه يسوي المهم صغير يدور تغذية هو جسم ضعيف كم مرة شيء لما مثلا يضعيف زيادة سرتو كان سبيب كان قديف لسه صغير حادر ويضعيف ده فوق الصغير ده ينتو تغذية يأكل أديل أكل أديل وشغل أسا ما حد وسين أنتم لجيل ما أكل صغير كان كربون مردان شنو كل يقول لك إلا شرب جيبس هو خلاص ما عندني أنا أكل وخلاص الجيدة يشوفوا يشوف أصل وشنو ده بشرب هو صغير لما أني لبقى نسو عندني أنا أكل من هذا عندك أوالفت أنت بتنتي شغل الدم هو خلاص يوالب بشغل الدم يقول إلا أكل أخر جاي كله ما يعرفه يقول إلا ده بجيدة بس أكل من الأمهات خليه يسوي النية وشتق إيال اللي خليه أنتم شغل تغذية عديل جيدة ما أكل جيدة نوريك شغل خليه يأكل شغل عديل ويشرب الجي ده وسيلة أن أنت للأمهات ودكتور في مشكلة آخر كلها اصل يال ده اينا ما بنشوفهم في المدرسه ده هم بمشوا وبشربوا جلاس ولا اسير الهسه كثير ده كلها برود البارد بارد ده المشكله الكبيره هو يجري في الليل ما بقدر بنوم كلها تسال يقول اي انا قبل في كل شربت جلاس ده كلها مشكله شنو كي كوصيه كي توري لي مدراهنا المدارس شنو الوصيه كي توريهم كي بون وسيلة انت للديريكتورات انا الاكول انا جو باسكو الاكول دول عندهم ناس كي بيراقبوا في الخمام انا الاكل انا نعرف الاكول وعندنا نادم ده كان شافوه بيساي كله وسخان كده ما بخسدوا شغل اللي يدور ايجين ما يدور يكون نظيف قام ما يال بيساي شغل اللي يكون نظيف
والمهم الاكل كله يدور مراقبه مراقبه. هسه جي واحد مرق في كثير كان هذا ما يجري ولاد ده امس قاعد عارف يشرب جي ده هسه حلو ما قام جاي ياكل شنو من شغل ده ما نقدر نوري شنو الفوك شغل يدور ببريف شغل الفوك يدور شغل تدخلوا تشوفوا شنو مشاكل حقه ده ما نعرفه. ما المهم شغل البارد ده المهم المترات كله يقدر يوصوا يوصوا العيال شنو كان يشيلوا شغل خمسة دقيقة ولا دقيقتين كله في شغل نفر في وقت نفر شغل كده ما بنفع العيال نشوف كي وسيا ده بشيلوا أجله صحيح إن شاء الله. قبل ندخل المتر يقدر يحجم خمسة دقيقة بنفر يسول آراء والكده كان دخلوا كله شغل كي اليوم وقت كده يا ما اللي يقدر يفكر في العيال ده والفصل كله خليه يكون ما عنده عيال كتير ده مشكلة حقنا ما تقدر تشوفهم كله أكثر من 60 فصل واحد ده الأولاد وادين ده الببليك ده الناس بكام يروق 50 60 100 ما تقدر تفكر كله ما تقدر تسي صحيح ما تقدر تراقبهم كله ما تقدر تراقبهم عيال كله كده قاسي صعب ويقدروا يشوفوا ما نزل بيساوي الاكل كل شغل الشيء ممنوع ولا ببيريود حق وقت حق شغل ده في وقت ده خليهم ما تسوق بيجيب ضرر للعيال وشنو يحجوا ما نزل بيساوي هذا يكون احسن يشوف كيف بيساعد يفهمهم بس هم يكون عندهم عيال شغل تجيبه يضر لي صغيرك ده صغير انا نار ما اخر كون نفر صغيرك نشوفك يخليه يحجوا عن بيناتهم. قبل في الريبورتاج شفناه قاعد بحجوا بالبرود ندور تورينا الوقت المحدد كيف الشتاء لسه خير يبرد ده من بعد الظهر ولا قبل الظهر ولا شنو الوقت الدافي كي يبرد لسه خير انت كتبت المهم اسمه ليه ده البرد ده هو يا اللي وادين شيء سنين ماشي من اربع خمسه في وادين دوبا كان ما حد دهب واليوم كله قاعد الداخل ما عنده مشاكل بالنام كان الماء بمرق كان عليه الماء بمرق ما عنده شغل مشاكل بالنام بلا ما بتان حق جنين وكذا نكون مشكله زياده ما عنده ما يلا اللي مشوا برا ده نفر زميلتي اغتيال بهن حجتها كان صغير كان في يوم مره واحد ما قدر برتها مرتين كان في الليل كله بريده المهم نفر وقت يدور ينوم خلاص المهم يبس له جسمه ومسها وينوم فجر ويمشي نشيفه كله ما بيسدره كان بالليل كلها بالليل كله كان ما يطلع في الهواء علمي كله يكون كان دافي شيء دافي شغل واحد يا الناس ما يحمل علمي ما تشيله من دواني ولا انت دبسه زخمه كان انه كبير كل ما يحمل كله خليه يفكر في شغل ده المهم شيء كان يكسر كله يلقى شيء دافي ويبردون فوقه. سامي شكرا لك دكتور. مريم دور تقدم وصيه كل الامهات عشان يحافظوا على عيالهم وقت الشتاء سي امراض كان اوقات اخر قال كل وقت الشتاء يكون مضاعف خاصه الامراض اللي على الصدر ده. شنو وصيك تقدمي للامهات؟ والله وصيتي للامهات ده ندور اي مره تتطمع للصغيره. الصغيره تكون بعديل. هو كان مرد ده الف ايدينا هي في ايد الراجل كله بمشي لبتان. اوردانا زعلان بكم امشي بكم. هكاني حافظت الصغير ده شيء بجلي ما فيه ان شاء الله الصغير خليه يقرب اديل يقعد داخل اديل ياكل اديل يشرب اديل شيء كبجلي الصغير كي هو ما فيه الا كان الصغير تخليه برا ومش هسه جيت ليك كلك هجيت ليك ده اما بدنا مره ما من ولد الصغير ده تمر من فجر تخليه ما جيران بس والله ما تجي في الليل كان فضل اكل انت ياكل كما انهم اكل لقاعد كان ايوه من يقول امرك على برا ده ميصل هي تساعد في سوق والله عندها شخله والله وارد ما شخلك بس مشى لفلانه يجي لفلانه فلانه كيف شخص سوا فلانه كيف مرضاني كيف بس انت تم على صخيره قبل شوف الحاجه الثانيه ده بس انا نوسم دارين كوصيه كده للامهات زي ما قالت السيده مريم كوصيه كده للامهات تقدم لهم يحافظوا لعيالهم والله نقدر نقول كل راعي مسؤول عن رعيته طالما الله انطاك نعمه لازم تحافظ عليها ان شاء الله من صحة من نظافة من تعليم من تربية من أدب تأسيس الأدب للأولاد لك أنت كل ما تقعد قدام ناس تقول ما شاء الله وأنت تحس نفسك أنت أديت الأمانة اللي الله أنطاك ليا الله ما أعطانا الأطفال كي بس أدانا عشان نحافظ على الأمان ربنا أدانا إياه عشان يقوم بأكمل وجه وبالطريقة الصحيحة والطفل كان مرض وأنت السبب كمان عندك ذنب فوقه لأنه ما بعرف حاجة أنت أهملتي خليتي يوصل للمكان ده فكل ام لازم تهتم بالنعم اللي الله انطاها باهتمام بالاطفال ده شيء مهم جدا اهم حاجه في حياتنا هو رقم واحد عيالنا فلازم نهتم فوقهم. ها دكتور انت لك الكلمه الاخيره شنو وصيه اسالني لما هذا سي مرات نتضايق وصغير كان قاب بس اجني حركه تلز في الشعر كله انت ما لمك بعد الام هذا شنو كوصيه توريم كها اللي يحافظ لي عيالهم خاصه في موماها الشتاء ده نو وسيانا ننتهي حافظ في عندك انا الشتاء ده اول باول نكون لازم كان بدور بكربه صغير يكون نظيف سورتو مرض وبعدين ده
بتأيبة للسخير. هم كل واحد كان مشوا قاعدوا مع السخير في اللبتان وشنو بحسوا يومين كان قاعد في اللبتان ده شغل قاسي وتبدأ ذاتك كيف بيا دواء أمشي شي الدكتور شنو كله تعب ما قاعد عن اللبتان ذاتك هيدا بلد دواء كله صعب مر السخير كان سخير نارم اللي سيستعمل ليه قمامة شنو شنو كله يخصل إيدينا نظيف عشان مرة تنزل كام شنو بعادي نفرورين أخوام كتير بعادي نادم يكون كي يكرب سخير يكون زول نظيف ونادم كم قدر نفر بوجوه ولا شنو يكون جباز ما كورونا ده ألمنا أخوام كتير تخد إيدك تجوه ولا كان تأتيش رشيل لك مشوار رشيل لك مشوار كان خلاص تزقره في مكان كله كده نشوفها دير رشيل لك كشنة نشوفها بساعد للوسيلة للأمهات أيوة ده تلمي سخير المتخسل ولا كان عندك الكل كل تساعدين جبانس كده بسو ويفكروا للإيال وكده هسه حجينا فوق هنا البرود يلبسهم قمام ماشي ترى يلبسهم شغل عديل يال وادين تم مشية أشارة طمعينة ينتم كشنة كان في وقت الجو خير بقوا بيجي مكان كله يقع أخبش وحلل ما في كان قراي فيلت الا تودي سخير يمشي يعني هم ما هم كله كان قرب ان شاء الله الوصيه دي توصل شكرا لك دكتور شكرا.